إذا حدا معتبر، إذا حدا معتبر إنه السعودية هي قابلة إنه يجي رئيس ممانع بمعزل إذا كان سلام فرنجية أو غيره، بيكون مغلط. اليوم السعودية صحيح في اهتمامات بالمنطقة قبل هلا بنحكي عنها، بس بتعرف إنه الهيمنة هي لحزب الله. هلا سلام الفرنجية هو مسلم فيهم، نعم، وكمان هون عنده هو رايح كثير، يعني ميشيل عون قبل انتخابه حط حاله بنص الطريق، يمكن صدق ما صدق اكيد، يعني ما التزم مع سمير جعجع وما التزم مع سعد الحريري، بس ترك البلد ينهار. انه اليوم كمان سليمان الفرنجي بهذه الطريقه انه ما قدم فشخه لقدام، عم نحكي بالسياسه مش بالموضوع، انه انا صديق بشار وانا صديق الحزب وانا تبع لا لا، ما هيدي النقاط بده يعرفها هو. أوكي. ما هو عم يضرب حاله، هو مبلش من الاخر، مبلش يعني من تحت بلش الصفر، من عند الله، من تحت الصفر. طب ليش المملكه ما بتطلع بتقول لا لسليمان الفرنجي وبتريح كل هالقوى اللبنانيه اللي ناطره ايه او لا؟ اول شيء نقطتين، ما بوقف المبدا اللي بتقول عنه السعوديه انه اللبنانيين لازم يتفقوا نحن بندعمهم، وبعد ما بيقتوا برئيس وتركيب بمنطقه جيده نحن حنساعدهم، هي اول نقطه. النقطه الثانيه، اذا السعوديه اخطات، اذا اخطات قالت نحن لا نريد سليمان الفرنجيه او غير اسم، غير اسم مرشح الثنائي بيشبه سليمان الفرنجيه، راح يكون اذا في تفاهم على رئيس بلحظه معينه بتدخل دولي بوساطه قطريه راح يوصل يقول الفريق الاخر الممانع طب ما كان بدكم سليمان الفرنجي، فاذا انتم عندكم مؤامره علينا عملتوها كذا مره، يعني حيرجعوا يستذكروا المراحل السابقه، فاذا نحن رح نكون طلبنا اذا بدكم اي رئيس، رئيس الحكومه يمكن ونص الوزراء مش التل زائد واحد، النص زائد واحد، وقائد الجيش والحاكم المركزي ومدير عام قوى الامن الداخلي، يعني بدهم يمسكوا البلد بوقت هن قادرين يمسكوه، فاذا السعودي منه مضطر يعمل هذه المعادله، يقول انا ما بدي سليمان الفرنجيه. هو بيعرف انه لانه ما بده يساوم، بده رئيس، بده لانه رئيس، ما بده يساوم، ما بده، يعني بده رئيس يشبه اول شيء النفس الموجود بالسعوديه. اليوم بالسعوديه في مرحله تطويريه جديده، انه ما بيقدر يقول اليوم ما بقوله، انا ما عم بحكي عن بكاء يعني بلسانه او عنه، ما بيقدر استود، عم بحكيك عن يعني كلام يوصل لي. طيب، انه ما بيقدر اليوم بال 2023 يقول بدي رئيس للممانعه رغم كل التفاهمات اللي صارت واللي هي بدها وقت، يكون بعده رايح بخلفيه لا بده صندوق نقد دولي مغلق على المجتمع الخارجي. مين قال هيك؟ قصدي مين قال انه سليمان الفرنجي ما بده؟ هو قال انه معه. نحن عم نقول اذا اعتبري هلا اني مش سليمان الفرنجي، طبعا نكون مش عم نظهر من لا لا، نحن عم نحكي لا لا، عم بحكي عن سليمان الفرنجي، بس انا بدي اديك هو قال انه معه. اعتبري اذا مرشح سليمان الفرنجي فارس سعيد. اوكي، مين بدي اجيب سليمان الفرنجي من القبر الله يرحمه، عم نحكي هيك. حطه قال انا مرشحه، اوكي دعمه، طلع محمد رعد قال امبارح انا ما بقبل اي رئيس للجمهوريه يعتبر انه بده يجي من المجتمع الدولي ويرهن لبنان، شو بعد له قيمه؟ شو بعد له دوره؟ فاذا بده يجي الرئيس اولا متحرر من هذا الترشيح، مش من جاي من ما بقوله من يعني من تحت باط الثنائي الشيعي، هذا بالمبدا، الثنائي الشيعي عنده حضوره هذا وحده، نحن عم نحكي هلا مديح، عم نحكي شو حضوره. هذا مرفوض دوليا، ما في الا الفرنسي زاحف نحو هذا يعني الترشيح. لا، بعد المبادره الفرنسيه ولا توقفت؟ بعد قائم، ولا بعد توقفت قائم، مع انه بعد قائم بفريمات امريكيه. لا لا، بعد قائم في تغيير بالموقف الدولي، الموقف الدولي رافض للفرنسيين، بس الفرنسيين حكينا قبل بازمتهم الاقتصاديه، وماكرون رجل مال يعني عم بيامن مصالحه، عم نشوف اليوم مجتمعه قديش منتفض عليه، ما عنده مشكله، بده يامن مصالح ماليه لفرنسا.